Ya Allah, hanya Engkau jua tempat kami berlindung, maka lindungilah kami da, dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitannya. Jika wabak ini bersebab dari dosa-dosa manusia, maka Engkau ampunkanlah sesungguhnya. Hanya Engkau jua yang Maha Berhak untuk memberikan pengampunan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Alhamdulillahi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوه الا بالله بسم الله على ديننا وانفسنا بسم الله على اهلنا واموالنا بسم الله على كل شيء اعطانا ربنا بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان. البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الامراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الامراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الامراض وقنا شر الرداء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين